يلبسولي شي سكس. اعطينا بعد 3 شركات لهون. نايس جايز، سمعتهم من فوق. سوري ما فهمت؟ ما فهمتي انه حماده بدها لازقة عندها بالبيت؟ ايه شو بدك تفرجينا يعني؟ شو بدك تفرجينا؟ بدك تروح تتشكي؟ حكيتك مثلا ما عجبك حدا تاني؟ لا. قولي ينساك الموت، خبرينا وخلصينا شو صار؟ نديم! تجوزك؟ بينعمل له تمثال؟ لك والله هيدي لو كانت حماتي ما بخليها كنت تدعس بالبيت. ممكن لاقي عندك كم بيضة؟ اثنين بس. إلا مرة واحدة قلنا له ينطف حواجبه، عم صار بده ينطف كل شيء. شي بيقتو شي قوي. ليكي كيف الشباب الصغار بحبوا يظهروا مع النسوان الأكبر منهم اللي عنده الخبرة، والرجال الكبار بحبوا يظهروا مع الفرافير. شو هيدا؟